الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في حديث الامامه وهو الحديث المروي عن الامام الرضا عليه الصلاه والسلام رواه ثقه الاسلام الكليني في الكافي الشريف هذا الحديث يتضمن مختلف الامور حول الامامه كمنصب والامام كشخص المقطع الذي نتحدث عنه في هذه الحلقه هو قوله عليه السلام ان الانبياء والائمه صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى إلى آخر الآيات الشريفات في هذا المقطع بعد ان بين الامام الرضا عليه الصلاه والسلام ان الامامه منصب رفيع مستدلا بالقران كقوله تعالى: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وبايات اخرى وايضا شخص الامام ينبغي ان يكون مصطفى بان الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره طهره وخلقه مصطفى ومبرأ من العيوب من الخطا من الذنوب وما الى ذلك يأتي ويبين الامام الرضا في هذا المقطع ان كل فضائل الانبياء وفضائل الائمه التي جعلتهم محلا قابلا للنبوه او للامامه انما ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى لا بامر ذاتي بالاستقلال عن الله سبحانه وتعالى الذي يعتقد بان نبيا من الانبياء او اماما من الائمه له الفضائل بالاستقلال لا بإرادة من الله هذا الإنسان مشرك النصارى الذين يعتقدون بأن عيسى هو الله أو أن عيسى ابن الله وأن الفضائل التي له من نفسه هؤلاء مشركون نعم نحن نعتقد بأن عيسى له فضائل له معاجز بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني الله هو الذي اصطفى عيسى طهره من المعاصي، من الذنوب، من الخطأ، رزقه العلم، رزقه الفضائل الاخرى، برّأه من العيوب، جعله محلا قابلا للنبوة فجعله نبيا، الله سبحانه وتعالى. صنع ذلك هذا عين الايمان لانك تثبت قدره الله سبحانه وتعالى ولا تثبت شريكا في عرض الله ندا او ضدا اذا انت تقول ان رسول الله محمد صلى الله عليه واله له من الفضائل ما لا تعد ولا تحصى وهو مبرأ من كل نقص ثم تقول إن ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى عليه الله اصطفاه الله طهره ونزهه من العيوب الله هو الذي حلاه بالفضائل فذلك عين الإيمان وكذلك بالنسبة للأئمة إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى اصطفى الإمام عليا إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الله سبحانه وتعالى اصطفاهم بمعنى انه عصمهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، واتاهم العلم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وانه حلاهم بسائر الفضائل وبرأهم من جميع النواقص هذا اثبات لقدرة الله سبحانه وتعالى وإثبات لرحمة الله على الأمة إثبات لفضله على الناس أجمع ورحمته هذا عين الإيمان عدنا دليل من الآيات ومن الروايات والكلام لا يستلزم أي غلو وأي شرك بالله سبحانه وتعالى لأن الغلو هو الرافع على الإنسان فوق درجته تقول هذا الإنسان إله هذا غلو لذا النصارى أشركوا لماذا؟ لأنهم غلوا في عيسى رأوا المعاجز منه فاعتبروه ربا أو ابنا للإله فلذلك هذا غلو وشرك وإذا واحد أجب بالنسبة للأئمة قال نفس هذا الكلام هذا غلو وشرك يعني يرفع الإمام إلى مرتبة الربوبية الألوهية هذا غلو وشرك. لكن اذا واحد يجي يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي طهر الامام عليا عليه الصلاه والسلام في اية التطهير. هو الذي علمه بواسطه الرسول صلى الله عليه واله، علمني رسول الله الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب. الله هو الذي اعطاه الكمالات، الله هو الذي برأه عن النقائص. الله هو الذي اختاره للامامه هذا عين الايمان وليس من الغلو في شيء لانك تنسب الفضل الى الله سبحانه وتعالى. لذا الامام الرضا عليه الصلاه والسلام بعد ان ذكر مجموعه من فضائل الائمه وميزاتهم يبين ان ذلك كله بفضل من الله سبحانه وتعالى ان الانبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله، التوفيق من الله، التوفيق شنو هو؟ في الآية تقول: وما توفيقي إلا بالله، التوفيق بمعنى تجمع الأسباب وصيرورة بعضها وفق بعض ليتحقق الأمر الحسن. لأنه أحيانا هناك أمور حسنة لها مقدمات، إذا لم تتوفر المقدمات لا تتحقق تلك الأمور الحسنة، إذا المقدمات توفرت، تهيأت هذا يسمى التوفيق، وغالب المقدمات ليست بيد الإنسان، صحيح بعض الأمور بيد الإنسان، لكن بعض المقدمات والأسباب خارجة عن إرادة الإنسان الله سبحانه وتعالى يهيئها، فالاسباب بعضها يوافق بعضا نصل الى نتيجه. مثلا انت عندك ابن تريد هذا الابن يصير من العلماء في اي مجال سواء من علماء الفقه او علماء الطب مثلا او الهندسه او اي شيء اخر. زين هذا طفل اخرجه الله من بطن امه لا يعلم شيئا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. زين هذا الطفل الى ان يصير من العلماء يصير احسن الاطباء، احسن المهندسين، احسن الفيزيائيين كيف؟ يحتاج انه يدرس زين بعض الاحيان الظروف لا تخدمه. ما يقدر يدرس، يريد يدرس بس ما يقدر لأن الظروف لم تخدمه. أحياناً الظروف خدمته هو ما يريد. إذا الإنسان يريد، الظروف خدمته، الوسائل توفرت، هذا الدرس خلال سنوات طوال يصل إلى النتيجة. الأسباب بعضها وافق بعضاً، بعض الأحيان خارجة عن إرادة الإنسان. الانسان يريد شيء ما يصير احيانا ما يريد شيء يصير كان واحد موجود اعرفه في احدى البلدان الاسلاميه هذا كان اول على كل البلد في الرياضيات دولة فيها ملايين من الناس هذا يدرس في الثانويه وكان في علم الرياضيات اول على كل البلد هذا ترك الدراسة، وبدأ يشتغل في بسطة يبيع بعض اللوازم للناس في الشارع، أحد الأقرباء نقل لي يقول المعلم اللي كان يدرسه في المدرسة أجا إلنا وقال لو كان الأمر بيدي لكنت أأمر الشرطة أن يكلبشوه. ويجيبوه الى المدرسه لانه هذا الشخص يصلح ان يكون من نوابغ العالم في علم الرياضيات زين لماذا ترك ظروف عائله فقيره الدوله لم تساعدهم اضطر ان يروح يشتغل لكي يحصل قليلا من المال لكي ينفق على اسرته الظروف ما خدمته واحد يشوف الظروف تخدمه بس هو كسول. كثير من الامور خارجه عن اختيار الانسان، ذكرنا فيما مضى انه احنا عندنا التوكل، التوكل على الله، شنو هو التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ التوكل على الله بمعنى ان الانسان يعمل ما في عهدته، ما هو وظيفته ويترك ما هو خارج عن اختياره الى الله سبحانه وتعالى. أحيانا مثلا نشوف يصير حادث سير أحد الطرفين ما مقصر أبدا سيارته من حيث من الجهة الفنية ما فيها أي إشكال سياقته جيدة ومراعي القوانين مية بالمية أكو سيارة من المقابل لتجي السائق نام انحرفت السيارة وصار حادث هذا الشخص اللي كان مراعي جميع القوانين والأمور لماذا صار الحادث بالنسبة له؟ هل هو لأنه لم يراعه راعه؟ لكن شيء خارج عن اختيارنا ذاك الشخص في لحظة ينام وهاي اللحظة اللحظة اللي هذه السيارة تبر من هذه المنطقة بالذات. زين أنت تتوكل على الله بمعنى أنه الأسباب اللي عليك تأديها والأسباب اللي خارج عن اختيارك توكلها إلى الله. التوفيق معناه ان الله سبحانه وتعالى يهيئ الاسباب بعضها لتكون وفق بعض لتصل الى النتيجه. زين الانبياء والائمه الله سبحانه وتعالى يوفقهم، يعني يهيئ الاسباب فيصطفيهم ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم. يعلمهم الله سبحانه وتعالى بطريق الوحي او بطريق الانبياء. زين احنا اذا نريد نعلم لازم نروح ندرس لازم نروح نستمع لازم نروح نقرا {والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده، الانسان عندما يولد لا يعلم شيئا ابدا. لكن الله جعل له وسائل العلم، شنو هي وسائل العلم؟ السمع البصر القلب يرى يسمع يفهم بالتدريج يزداد علما وقل رب زدني علما يطالع يستمع إلى الأستاذ مثلا يفهم علما يزداد هاي بالنسبة لنا وفي حديث عن الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى لم يقدر العلم إلا أنت تروح تطلب ذلك العلم تطلبه الله يعطيك العلم، ما تطلبه الله ما يعطيك. لكن بالنسبة إلى الأنبياء والأئمة استثناء. الله سبحانه وتعالى يوحي إليهم، إلى الأنبياء والأئمة يتلقون علومهم، يتلقون علومهم عن الأنبياء. آدم الله علمه، وعلم آدم الأسماء كلها. عيسى وهو في المهد. قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. آتاني الكتاب يعني اعطاني الكتاب وانا علم الكتاب عندي. طفل عمره سويعات مثلا. هذا بالنسبه الى الانبياء الله سبحانه وتعالى يؤتيهم بهذه الطريقه ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه، هسه هذا الحكم يعني الحكمه الله سبحانه وتعالى عالم حكيم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، المعلومات التي يعلمها الله سبحانه وتعالى نحن لا نحيط بها الا بما شاء، احنا مثلنا عن طريق الدراسه والاستماع والقراءه، الانبياء عن طريق الوحي اليهم، الائمه عن طريق ان يتعلموا من الانبياء. كما قال امير المؤمنين علمني علمني رسول الله صلى الله عليه واله الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب ما لا يؤتيه غيرهم هذه من الاصطفاء غير الانبياء لازم يدرس سنوات طوال حصل شيئا قليلا من العلم وما اوتيتم من العلم الا قليلا لكن الله سبحانه وتعالى يوحي العلم الى الانبياء طبعا يختلف بعض الانبياء يوحي اليهم اكثر من بعض حسب اختلاف درجاتهم فيكون علمهم فوق علم اهل الزمان اهل زمانهم اي علم عندهم الانبياء افضل منهم لماذا لانه اذا واحد يكون اعلم من النبي لازم ذاك يكون النبي ترجيح المفضول على الفاضل هذا قبيح والله سبحانه وتعالى حكيم منزه عن القبائح زين الناس اي علم عندهم الله سبحانه وتعالى يعطي الانبياء تلك العلوم والزياده لا يحتاجون في علمهم الى احد نعم مره الله سبحانه وتعالى يريد يعلم نبيا عن طريق هذه مو مشكلة يعلم النبي اما يوحي اليه مباشرة او عن طريق مثلا ملك او احيانا هناك عبد الله سبحانه وتعالى يختاره ويعلمه علما ثم يامر النبي ان روح اذهب وتعلم من ذاك كما في قضية خضر وموسى على نبينا واله وعليه الصلاة والسلام هذه حالة استثنائية لغرض لكن بشكل عام النبي لازم يكون أعلم أهل زمانه لا يكون أحد أفضل منه لأنه لو كان أحد أفضل منه من أهم أسباب الاختيار هو العلم الفضيلة زين ذاك أعلم من هذا النبي ليش ذاك ما صار نبي هذا صار نبي والله سبحانه وتعالى لا ينقصه شيئا يوحي إلى النبي خلال لحظة وأقل من لحظة يعلم العلوم التي يريد أن يعلمها الله ليس بعاجز زين يتمكن من أن يجعل هذا النبي أعلم من غيره وفي الوقت نفسه أن يكون غير النبي أعلم منه هذا قبيح فلذلك الله سبحانه وتعالى يجعل هذا النبي أعلم من غيره في كل شيء ولا محذور في ذلك يعني لأن الله قادر على أن يعلم هذا النبي فيكون علمهم فوق علم اهل الزمان ثم بعد ذلك الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يستدل بخمسه ايات قرانيه الايه الاولى حول العلم الايه الثانيه حول الحكمه الايه الثالثه ان الله سبحانه وتعالى يصطفي الافضل الآية الرابعة في أن الله سبحانه وتعالى كان فضله على الرسول صلى الله عليه وآله الآية الخامسة حول فضل الله سبحانه وتعالى على الأئمة عليهم الصلاة والسلام أما الآية الأولى وهي في سورة يونس الآية 35 الله سبحانه وتعالى يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون هذه الآية صريحة وواضحة في أن المتبوع يجب أن يكون أعلم من التابع أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع عمن لا يهدي يهدي يعني يهتدي إلا أن يهدى زين أكو واحد عالم يهدي إلى الحق الشيخ الشخص الثاني جاهل لا يتمكن من ان يهدي الى الحق الا ان تعلمه زين يا هو احق ان تتبعه اللي يهدي الى الحق او الذي لا يهدي الى الحق الا ان يهتدي تقول أول هذا امر واضح وهذا امر عقلي لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فما لكم كيف تحكمون حكما خلاف العقل تقول المفضول يرجح على الفاضل اللي مو اعلم يرجح على الاعلم وفي هذه الأمة الاتفاق بين جميع الطوائف الإسلامية أن الإمام علي عليه الصلاة والسلام هو الأقضى زين ما حد يقدر ينكر قضاء أن أمير المؤمنين أقضى من سائر الصحابة لأن الرسول قال ذلك أقضاكم علي زين القضاء قسم منه جانب إداري وقسم منه العلم أقضاهم يعني أكثرهم علما والقضاء مرتبط بكل الفقه وكل الشريعة من أولها إلى آخرها هذا فضلا عن الأحاديث المتواترة التي دلت على أنه هو الأعلم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي يعني لا يهتدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون حكما خلاف العقل هذه الآية الأولى حول العلم الآية الثانية حول الحكمة الله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الحكمة شنو هي؟ الحكمة من الإحكام لازم الإحكام وضع الشيء في موضعه إذا أنت وضعت الشيء في موضعه الأمر يكون محكم فيه إحكام لكن الشيء اذا لم يكن في موضعه فلا احكام فيه. لذلك عندما يردون يفسرون الحكمه يفسروها باللازم يقولون الحكمه هي وضع الشيء في موضعه. زين ومن مصادق الحكمه الشريعه. الشريعه من مصادق الحكمه لذا بعض المفسرين فسروا الحكمه في هذه الايه والحكم في ايات اخرى اللي المراد بالحكم الحكمه ايضا بالشريعه بس هذا تفسير المصداق يعني الشخص الذي له الحكمة هذا أولى من غيره الذي لا حكمة له أو حكمته أقل زين واحد أعلم واحد أكثر حكمة فهو الأليق بالمنصب دون غيره الآية الثالثة والتي تدل على أن الله حينما يختار يختار الأفضل أو يجعله أفضلًا ثم يختاره مو أنه يترك الأمر هكذا عبثًا أو يختار كما نحن أحيانًا نختار حسب الشهوات والميول وما إلى ذلك لا الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لذا في قصة طالوت وجالوت هذه الآية الثالثة التي يستدل بها الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في في قصة طالوت، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم "وقال لهم نبيهم كذا كذا إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم" بنو اسرائيل هؤلاء كانوا اثني عشر سبطا لأن كل واحد من أبناء يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هذا له ذرية وذرية كل واحد من أبناء يعقوب يسمون سبطا من الأسباط يعقوب كان له اثني عشر ولدا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أحد عشر كوكبا أبناء يعقوب بإضافة يوسف 12 زين فالله سبحانه وتعالى جعل النبوة في ذرية أحد هؤلاء الأسباط في ذرية لاوي، لاوي من إخوة يوسف موسى وهارون وانبياء بني اسرائيل كانوا من ذرية لاوي. ملوك بني اسرائيل كانوا من ذرية يهوذا. يهوذا احد ابناء يعقوب ايضا واليهود ينسبون الى اسمه يهوذا وروي انه في ذرية يوسف. ف الأنبياء كانوا من ذرية لاوي والملوك في بني إسرائيل كانوا من ذرية يهوذا أو يوسف بمرور الزمان سيطر عليهم جماعة من الكفار واضطهدوهم بسبب سوء فعلهم إلى أن ضاقت بهم السبل في القضية المعروفة فجاءوا لنبيهم وكان يسمى اشموئيل بالعبريه واسماعيل بالعربيه فطلبوا منه ان الله يعين لهم ملك ملكا لكي يقاتلوا تحت لوائه وفي قضيه مفصله الله اختار طالوت طالوت من ذريه بنيامين اعترضوا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال نحن أحق بالملك منه لأنه إحنا من ذرية لاوي اللي فيهم الأنبياء أو من ذرية يهوذا أو يوسف الذين فيهم الملوك نحن أحق بالملك منه هو من ذرية بنيامين بعدين فقير إحنا أثرياء جواب النبي شنو كان إن الله اصطفاه عليكم خلص الله اختاره أنت هذا جواب تعبدي إذا قال الله قال شيء لازم تقبل لا تقول قال الله وأقول مثل المشركين لماذا محمد ابن عبد الله هو الذي صار نبي هم يقتسمون رحمة ربك الله سبحانه وتعالى بحكمته يفعل ما يشاء إذا الله سبحانه وتعالى عين شيئا لازم تقبلون خلص هذا الجواب التعبدي ثم أجابهم جواب عقلي زين الله حكيم لا يفعل اعتباطا صحيح الامر بيده صحيح المشيئه منه لكن حكيم لا يعمل شيئا عبثا ولا جزافا الله تعالى عن ذلك وزاده بسطه في العلم والجسم الله زاده بسطة في العلم عالم علم أكثر من علمكم وإدارة المملكة والحرب يحتاج إلى علم أنتم ما عندكم ذلك العلم هذا عند العلم والجسم الجسم بالذات لا يراد الجسم يراد باعتبار الشجاعة والمهابة إدارة المملكة بحاجة إلى علم وبحاجة إلى شجاعة وهو يمتلك الوصفين لأن الله سبحانه وتعالى منحه هذين الوصفين فهو احق بهذا الامر منكم، اولا الله اختاره، الشيء الثاني تتوفر فيه صفات القياده مما لا تتوفر فيكم، فالآيه الثالثه التي يستدل بها الامام الرضا عليه الصلاه والسلام في ان الله سبحانه وتعالى لا يختار إلا من تتوفر فيه الصفات وهذه الصفات فضل من الله على هذا الشخص المصطفى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عم إبراهيم وآل عمران على العالمين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله يصطفيهم يكونون المحل القابل ثم يختارهم وإحنا لازم نرضى بما اختاره الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يستدل بآيتين اخريتين حول ان الله سبحانه وتعالى تفضل على رسوله محمد صلى الله عليه واله وان الله سبحانه وتعالى تفضل على الائمه، ان شاء الله هذا نتركه الى حلقه قادمه. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين